أخوكم يقول لو أن رجلا عرف أن فلانا سحره فهل له أن يذهب إليه ويقول أنت سحرتني وأنا تعبت من سحرك خذ 100 جنيه وفك عني السحر؟ لا يجوز، لا تصدقه ولا تذهب إليه ولا تقوي أمره، إنما اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولا يكشف الضر إلا الله. بل إن الساحر نفسه تفطن لهذه، إن الساحر نفسه ومستعين بالشياطين قد يحاول أن يفك السحر ولا يستطيع هو، ولا يستطيع، أن الذي يكشف الضر هو الله. ففي هذا الصنيع خطأ شديد جدا، أن تذهب إلى شخص تظن أنه سحرك أو توقن أنه سحرك تقول معلش فك عني، لا يذهب أبدا، ولا تفتح هذا الباب من أبواب الشر أبداً.